أهلا بكم مشاهدينا إلى هذا العدد الجديد من برنامج مع الحدث الذي يأتيكم من قناة الحياة الجزائرية، والذي سنتطرق في هذا العدد إلى حرص الجزائر على إحاطة قمة 7 لمنتدى دول المصدرة للغاز بكافة الشروط النجاح، بالإضافة لإطلاق الموقع الرسمي للقمة 7 لهذا المنتدى. لمناقشة كل هذا أسعد باستضافة الخبير الطاقوي الأستاذ جلو سلامة. أهلا بك أستاذ. مرحبا بك وبمشاهديكم الكرام على هذه القناة الطيبة. شكرا لك على تلبية الدعوة. بالإضافة يحضر أو يلتحق معنا عبر الهاتف الخبير الطاقوي الأستاذ أحمد طرطار. أهلا بك أستاذ. أهلا وسهلا مرحبا. شكرا لك على تلبية الدعوة. في البداية تكون معك أستاذ أحمد طرطار، تم إطلاق الموقع الرسمي للقمة 7 لمنتدى دول المصدرة للغاز، ربما ما الذي ستفتحه هذه المنصة لتكون ربما البوابة؟ نعم، هذه المنصة هي تكرس يعني اهتمام الجزائر بهذا الحدث الاستثنائي، هذا الحدث الذي يكرس دور الجزائر في الدبلوماسية الطاقوية ويجسد تهديدها الكلي استقبال هذا الحدث الاستثنائي أيضا من خلال قمة الدول المصدرة للغاز، وبالتالي كان هناك من خلاله دعوة السيد الرئيس للمستثمرين شبه دعوة توجيهية بما يؤدي إلى المحافظة وتوجيه أفكار هؤلاء المجتمعين للوصول إلى توصيات مهمة ومجسمة للأداء وللنشاط الاقتصادي. نعم، وصلت الفكرة. أستاذ جلول سلامة، الجزائر والتي تعتبر كأكبر مصدر للغاز في أفريقيا، والآن في ظل التغيرات الجيوسياسية، فيما تكمن الأهمية وأهمية هذا المنتدى وأهمية هذه القمة 7 لمنتدى دول المصدرة للغاز التي ستقام بالجزائر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا لتحديد المفاهيم والمقاييس، الجزائر مصدر أول في إفريقيا خاصة في الجيانال، دونك الغاز المميح حاليا تفوقت على نيجيريا وعبر الأنابيب. طبعا الجزائر هي من تغذي بامتياز إيطاليا، أوروبا عن طريق إيطاليا وإسبانيا من خلال ترانسميد وميديتراني، وبالتالي هذا الملتقى الدولي هو يعادل، يعني حتى المشاهد الكريم يفهم ما هو المقصود منه، هو يعادل نوعا ما أوبيب البترول، هذا أوبيب الغاز. المفهوم واضح، هو الدفاع عن صلاحيات أو حقوق المنتجين والمصدرين للغاز، وطبعا تحديد السياسات الغازيه العالميه مستقبلا، دونك سي بو لا ديفينيسيون دي بوليتيك غازيير مونديال دون لو فيتور، علما ان العالم يعيش نوع من الاضطرابات الجيو اقتصاديه بار بلوك، في لو بلوك دو ليست في اوروب، لو بلوك اورو ازي في البحر في البحر الاحمر، دونك هناك اضطرابات من هنا وهناك، حتى اضطرابات حتى داخل التحالف الاوروبي. ألمانيا كانت هي الموزع السابق للغاز رخيص الثمن القادم من روسيا، وحاليا تم حرمانها وتحولت النرويج وشيئا ما نوع من بلاتفورم جديدة لتوزيع الغاز داخل أوروبا، عادلتها من الجهة المقابلة على حوض البحر المتوسط إيطاليا وإسبانيا، وأصبح هما المغذيان الرئيسيان بالغاز لكامل أوروبا. يعني وقع هناك تحول جيو اقتصادي طاقوي خاصة لدى المستهلك الأول عالميا بعد الصين طبعا والاتحاد الأوروبي. إذا هذا لقاء مرتقب، ولو أنه لقاء يعني دوري جرى مؤخرا في قطر تحت رعاية دولة قطر، هذه المرة تحت رعاية دولة الجزائر، هو هدفه الأساسي كيفية الحفاظ على حقوق المنتجين والمصدرين للغاز، وثانيا كيفية بناء رؤية أو سياسات غازية مستقبلية. نعم، تحدثت منذ قليل حول نقطة جد مهمة أستاذ جلو سلامة، حيث يتزايد الطلب على الغاز في ظل التغيرات الجيوسياسية، والجزائر اليوم ربما هي ترتبط بعلاقات موثوقة ومستقرة، العلاقات مع الجزائر، نلتمس هنا البعد السياسي والاقتصادي والطاقوي أيضا للجزائر. طيب كيف ستكون الاستراتيجية ما بعد هذا المنتدى وهذه القمة 7؟
شوف الجزائر الاستراتيجيات نتاعها بالنسبه للغاز، ما نحكيوش على البترول، لكن بالنسبه للغاز، بالنسبه للبترول احنا في لوباب سياسات سوقيه تاع الغاز ماشي كيما تاع البترول. البترول لا نتحدثوا الان حول الغاز، رانا جايين. الفارق بيناتهم هو ان الغاز الاسواق نتاعو اسواق جهويه، دونك سي دي مارشي ريجيونو. علاه؟ باسكو فيه الانابيب بار كاناليزاسيون بار بايب. على العكس من ذلك البترول يباع في اسواق مفتوحه، دونك اوسبوت، يمشي وين ما كان. وبالتالي الجزائر في الموقع نتاعها بالنسبه لجنوب اوروبا موقع جيو استراتيجي جيو طاقي، حتى هذا اللفظ استعمله من مبادره مني. الموقع الجيو طاقي للجزائر بالنسبه لاوروبا يعطيها ميزه خاصه، اذا نافذت اوروبا على العمق الافريقي وهي خط الرابط او المغذي الاساسي بالغاز الطبيعي لاوروبا عبر الانابيب. اوروبا حاليا تستورد مثلا الغاز من قطر، تستورد الغاز من الولايات المتحده، لكن تستورده مسال جيانال، وبالتالي هو غالي التكلفة وينقل بكميات محدودة شئنا أم أبينا. لكن بالنسبة للغاز الجزائري يصدر عبر أنابيب تمر عبر البحر المتوسط، والأنبوب الذي يخرج من بني نصاف، والأنبوب الثاني الذي يخرج على تونس يتجه إلى إيطاليا ويتجه إلى إسبانيا. يعني تغذية أوروبا من الغاز عبر الأنابيب أصبحت تتميز بها الجزائر كأول المصدر ومصنع، أو المصدر للغاز الطبيعي على طاق غازو، ومصدر للغاز المسال جيانال في إفريقيا تجاه أوروبا. لا يجب أن يعلم المواطن أن الجزائر في حدود يعني منتجين عالميا، رأي في من حيث المخزون عالميا الجزائر رأي من كلاسة ديزيام puissance énergétique ou la puissance gazière mondiale. طبعا الاولى الولايات المتحده وروسيا والسعوديه وجور اخرين كامل. حنا يعني باش المواطن يفهم باش ما نمدش ارقام بزاف، روسيا في حدود يعني القدرات نتاعها في حدود علي نقولوا 50 الف مليار متر كوب، الجزائر راهي في حدود 5 مليار او 4500 مليار متر كوب. نعم. دونك بالتالي طيب استاذ جلو السلامه، بحديثك حول الولايات المتحده، طيب حضورها في هذه القمه السابعه لمنتدى الدول المصدره للغاز، اي اضافه ستقدمها؟ شوف الولايات المتحده موقع نتاعها خاص. اولا الولايات المتحده في حد ذاتها هي منتج ومصدر، يعني حتى في الجزائر لي بارتنير استراتيجيك نتاعنا في الغاز لي زونغلي لي زاميريكان لي ايطاليان لي فرونسي ان تي بو لي روس لي شينوا. مي لي زاميريكان عندهم اون اكسيلونس في الغاز، ديجا لي بروميير اكسبيريونس تاع جي ان ال في العالم نداروا في ارزو مع لي زاميريكان في لي زاني 64 65. وبالتالي الحضور الامريكي كمنتجين وكمصنعين للتكنولوجيات وللمعلومات الخاصة والتقنيات الخاصة بتصنيع الغاز الطبيعي والغاز المسال، بالتالي هم حاضرين في جهة كمنتجين وحاضرين كمصدرين، لأن الغاز المصدر من الولايات المتحدة حاليا هو بكميات كبيرة نحو أوروبا. نعم، تحدثت الآن حول نقطة جد مهمة. لو نسأل الأستاذ أحمد طرطار، بما أنه الجزائر هو ممول موثوق للغاز، كيف توفق الجزائر ما بين الطلب المحلي وتصديرها للغاز؟ في الحقيقة الجزائر موثقة لهذا الأمر، وبالتالي فإنتاج الغاز حوالي 130 مليار متر مكعب يتم تقسيمها حوالي 50% للسلك المحلي وحوالي 50% للتصدير، وتبقى 30 مليار متر مكعب يتم للارجاع بما يؤدي الى اعاده بعث الانتاج مجددا في حقول الاخرى. وعندئذ فالجزائر هي من ناحيه هذه يعني مخططه للامور بشكل جيد ومتمشيه وفق تعهداتها واتفاقياتها مع الشركاء الاوروبيين، خاصه باعتبار انه هي بوابه مثل ما كان الزمن يتكلم في اتجاه اوروبا، ولها ايضا امكانيه ليست موجوده للاخرين اللي هو الانبوبين الاساسيين، انبوب ميدغاز واللي يوفر حوالي 9 مليار الى 10 مليار باتجاه إسبانيا والبرتغال، وترانسماد القديم العابر عبر شقيقة تونس واللي سيته حوالي 36 مليار متر مكعب، والآن
يعني تدفق منه باتجاه ايطاليا حوالي 23.5 مليار متر مكعب، فيه امكانيه لزياده هذا الى حدود 32 الف مليار متر مكعب، خاصه بعد دخول سلوفينيا بحوالي 3000 مليار متر مكعب وغيرها من المعطيات. وبالتالي فهناك يعني دفع وهناك تمشي إيجابي. هذا التمشي فيه جزء مواجه للاستهلاك في حدود 50 يتراوح يعني إلى حدود 46-48، والباقي 50-52 حتى السنة الماضية تقريبا 56% تم تصديرها. وبالتالي فالأمر عادي، والعهود يعني محترمة، والعهود الآجلة ولا حتى الحاضرة محترمة، وموثوقية الجزائر قائمة في سياق هذا التعامل. هذا بالنسبة للغاز الطبيعي. بالنسبة للغاز المسال تقريبا مثل ما سلفنا باللي تحتل تقريبا الآن المرتبة الثانية في توريد يعني منتجاتها باتجاه مجموعة من الدول، وهذه التوريدات يعني واضحة ومعلومة وارتفعت يعني بعد ما كانت حوالي 10.2 مليون طن، الآن وصلت في هذه السنة إلى حوالي 12.9 مليون طن، أي ما يقارب 13 مليون طن. وهذا كلها في سياق يعني الإجراءات والتحفيزات التي طلعت بها شركة صنع الأتراك وتجديد بناها التحتية والاستثمارات الكبيرة التي وجهت إلى هذه الشركة، بما يؤدي إلى توسيع يعني طاقتها الإنتاجية وزيادتها واستيعاب تكنولوجيا وزيادة في رأس مالها البشري وغيره. وفي الحقيقة أنه يعني هناك خطوات ثابتة وواعدة مما أدى إلى تحقيق هذه الإنجازات، وما زال الإنجازات قادمة في المستقبل، خاصة إحنا يعني لدينا أحمد طاطال. لو ننتقل إلى الأستاذ جلول سلامة، على ضوء هذه الصعوبات الاقتصادية والتوترات الحاصلة في العالم، كيف ستساهم هذه القمة في تقييم السوق والحفاظ على الإمدادات؟ شوفي والله يعني لا أستبق الأحداث، ليس لي علم يعني واش راه يوجدوا في اللائحة الختامية للقمة، على حسب ما سمعت في الإعلام أنه راه يوجدوا فيها على مستوى الخبراء، لكن أنا أخمن أن المغزى المطلوب أو المنتظر من هذه القمة كما كنت قلت لك مسبقا هو تحديد سياسات الغازية مستقبلا لهذا التكتل. هذا التكتل حاليا نحن نعلم أن الولايات المتحدة ومن ورائها الغرب يضغط حتى لا يتشكل على شكل أوباب للغاز، يعني حابين يخلوها شوية ضغطين ضغط كبير، وبالتالي أنا لا أنتظر أن يصبح تكتل أن كارتيل دو غاز انترناسيونال كما لوباب عن قريب، ربما في السنوات القادمة. إذن هذا لن يكون من مخرجات هذه القمة، لكن سيكون من مخرجات هذه القمة التأكيد على الحقوق. لا ننسى سيدتي الكريمة أن هناك تجاذبات كبيرة في حوض البحر المتوسط بين متنافسين على حقول الغاز في المياه الدولية، كل يبكي على ليلة وكل يدعي أن الحقول من حقه. هناك تجاذب كبير في على شواطئ لبنان وشواطئ فلسطين المحتلة وشواطئ مصر وشواطئ اليونان وبالتالي وشواطئ ليبيا. بالتالي يبدو لي أن هذا التكتل سيحاول نوعا ما إلى تخفيف صح التعبير التناقضات، ولو أنه لن يستطيع بشكل كامل، إلا أنه سيسعى إلى التنسيق في سياساته الإنتاجية والتسويقية بامتياز حتى يمنع انهيار أسعار، وحتى لأنه شوية صعب انهيار الأسعار. لكن شفنا بحديثك أستاذ جلول سلمة حول الأسعار، السؤال للأستاذ أحمد طرطار، هل ستضع هذه القمة مؤشرات واضحة لأسعار تداول الغاز في الفترة القادمة؟ هو في الحقيقة تنبؤ بهذه الإمكانات صعب، لكن بما أنه لقاء تشاوري وحواري بين مجموعة المنتجين المنضوين في إطار يعني 12 دولة زائد 7 دول يعني ملاحظة، ستؤدي بالتالي إلى طرح كل هذه المعضلات التي هي معضلات سوقية قائمة بذاتها، من بينها ما هي الأسعار؟ هل هذه الأسعار مواكبة
التضحيات والتكاليف التي تحملها الدول المنتجة، هل أنه يبقى على ربط الغاز مثل ما هو موجود ربطه بأسعار بترول، أم هو حان الوقت لفك هذا الارتباط بحكم أنه الآن يعني أصبح هذا المنتوج الأحفوري عنده خصوصيات أخرى تختلف عن البترول، وهو منتوج رغم أنه أحفوري لكنه غير ملوث، هو صديق للبيئة، هو يدخل في كل الصناعات، هو يدخل أيضا في تتويج الصناعة أو البدائل الجديدة للطاقة أو يسمى بالطاقات المتجددة. إذن فالخصوصية الآن هذه اللي توفر على هذا المنتوج تجبر يعني أصحابه اللي هم المنتجين المسوقين تجبرهم على ضرورة مراعاة هذه الأمور كلها، وكذلك أنه لابد من يعني تعبئة الموارد ل زيادة الاستثمارات في هذا المنتوج، لماذا؟ لأنه هناك طلب عالمي كثيف وهناك استهدافات مختلفة للدول المنتجة والمصدرة لهذا المنتوج، وعليها بالتالي أن توجه الاستثمارات اللازمة بما يؤدي إلى توسيع احتياطي لدى هذه الدول، وربما حتى تساعد استقطاب دول أخرى باش تدخل في هذا التنظيم، لما لا؟ وأنه ربما في فرصة من الفرص يتحول هذا التنظيم إلى نوع من الكارتل أو نوع من الاحتكار على منوال مجموعة أوبيك، رغم يعني ضغوط دولية وغيره، ونعرفوا باللي حتى أوبيك تعرضت إلى هذا الأمر من خلال ما سمي بقانون أوبيك وغيره من المعطيات، لكن دائما وأبدا كمنتجين وكمسوقين وككتلة أيضا تنتمي نسبيا إلى الشرق أكثر منها إلى الغرب، بحيث أنه فيها روسيا، فيها إيران، فيها السعودية، فيها الجزائر، إذن وفيها نيجيريا، وهذا كلهم في الحقيقة ينتمون إلى العالم الثاني والثالث وليس إلى العالم الأول، وبالتالي يمكن تكون مثل هذه الأفكار مطروحة وتكون محل نقاش. ثم أنه إنشاء المعهد هو في حد ذاته معهد الغاز اللي تم يعني إفرازه في الجزائر في سياق اتفاق بين هذا المنتدى وبين وزارة الخارجية، واللي الآن يتم بعثه في الجزائر وسيتم تدشينه بمناسبة هذه القمة. أيضا ما هو الاستهدافات المرجوة من هذا المعهد؟ هل سيتكرس مثلا بمجرات الإحصائيات وغيرها، وإلا نمهد للدراسات وتكوين دراسات والتكوينات لرأسمال البشري لهذه الدول في سياق هذا المعهد، ورسم ربما خارطة الطريق في آفاق 2050 سواء من خلال المعهد أو من خلال الخبراء المنتدى في حد ذاتهم. إذن كل هذه المعطيات هي مطروحة وستكون في الحقيقة محل نقاش معمق وتؤدي إلى مخرجات إيجابية، هذه المخرجات ستؤدي إلى أولاً إلى تتويج هذا المنتوج باعتباره منتوج خاص، والعمل على تنميته وتوسيع مجال يعني نشره في العالم من خلال عمليات التسويق الجيدة، وأيضاً استخداماته البديلة، وفي ذات الحين يكون يعني هناك ريوع متأتية من هذا المنتوج وعائدة على البلدان المنتجة والمسوقة بالخير العميم وبالرفاهية والتنمية المستدامة مثل ما يرنو إليه جميع الدول التي تتشكل من هذا المنتدى. نعم، ابقى معنا أستاذ أحمد طرطار. أنتقل إليك أستاذ جلول سلمة. قبل أن نتحدث حول استراتيجية المستقبلية التي تطرق إليها الأستاذ أحمد طرطار، لبس أن يكون السؤال عن أكبر هاجس الذي يواجه الدول هو تأمين إمدادات الطاقة في ظل أوضاع أمنية ربما متوترة في العالم. هل تشكل هذه القمة فرصة لحوار عالمي يكون من خلاله ربما إيجاد حل لهذه الموضوع؟ إيجاد حل لا أظن ذلك، لكن التنبيه إلى خطورة المساس بالمنشآت الغازية يبدو لي هاجس أصبح حقيقي لدى المصدرين ولا مالكي الأنابيب، دونك لي بروبريتير دي سيستم دو ترانسبور اي لي بروبريتير دي انستالاسيون دو برودكسيون. منذ حادث تفجير السيل الشمالي المغذي لأوروبا انطلاقا من روسيا، يعني تو الموند على ميموار فريش سور سي
ces événements dramatiques. وبالتالي الكل أو الكل هنا مصدر ومستهلك مباشر، خاصة مرتبطين عبر الأنابيب، لديهم هاجس أمني كبير، حتى أن المشروع الكبير الذي راهنت عليه الجزائر وظنوا أنها لا زالت تراهن عليه، وأنا من يحثون على المراهنة عليه بكل شكل من الأشكال، وهو مشروع نقل الغاز، غاز البترول القادم من نيجيريا إلى الجزائر وتحويله إلى أوروبا عبر أنابيب الجزائر. بالتالي الجزائر تملك انفراستركتور دو ترانسبور غازيير مونديال تري امبورطون، مهمه بزاف، وبالتالي من حقها ومن حق امثالها يتخوفون على هذه المنشات، وحادثه السيل الشمالي ليست ببعيده. نعم، سنعود الى هذه النقاط بعد هذا الفاصل. مشاهدينا ابقوا معنا، نذهب الى فاصل اعلاني قصير ثم نعود لاستكمال بقيه النقاش. أهلا بكم مشاهدينا من جديد في هذا الجزء الثاني من برنامج مع الحدث، والذي سنواصل فيه النقاش حول القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، حيث يحضر معي في الاستوديو الأستاذ جلول سلامة الخبير الطاقوي، والشكر أيضا للخبير الأستاذ أحمد طرطار كان متواجد معنا عبر الهاتف في الجزء الأول، والآن يلتحق معنا عبر الهاتف الخبير الطاقوي الأستاذ شجنان. أهلا بك أستاذ. أهلا سيدتي الكريمة، شكرا على الاستضافة. وشكرا لك على تلبية الدعوة. أوصل معك الفكرة أستاذ جلول سلامة، لو نتحدث الآن، هل سنرى تحديد استراتيجية مستقبلية حتى تنظم سوق الغاز؟ نحن الآن نتحدث حول استراتيجية الغازية الجزائرية. شوفي، بالنسبة حتى المشاهد الكريم يفهم يعني ما هي محاور الاستراتيجية الغازية الجزائرية، دونك كيل سون لي بيليي دو لا استراتيجي غازيير دو لالجيري في هذا القمة أو مستقبليا. الجزائر يعني باش نركزوا عليها هي بالذات عندها نقطتين. أولا تريد أن تصدر أكثر من منتوجها الداخلي، وتريد أن تصدر منتوج الغير وتتحول إلى نقطة تحويل وبيع بالنسبة لغاز إفريقيا الأعماق الإفريقية. إذا سيت ان باي دو كوليكت اي اكسبيديسيون اي سيت ان باي دو برودكسيون. لا استراتيجي اللي مبنية على الإنتاج دونك لا برودكسيون واضحة، الأهداف نتاعنا تقليل الاستهلاك المحلي، رفع المنتوج المصدر، توسيع المساحات البحث والتنقيب، وتحسين سكون ابل ليفيكاسيتي انرجيتيك دونك المردوديه الطاقيه، اون ريدويزون او نقصوا سكون ابل لي غاز تورشي دونك ريدكسيون دي غاز تورشي، ريدكسيون دي زيميسيون دو ميثان دونك دون نوتر بروسيس دو برودكسيون، توسيع لا بروسبكسيون دونك اون ا بيزوان دو ريسورس جدد، وي او ميم طون محتاجين ديفلوبيو مع لو بارتنير افريكان سورتو لو نيجيريا، اي موا جو ريكوموند فيفمون دو commencer à regarder de très près ce qui se passe en Mauritanie. Mauritania عن قريب ستتحول الى نقطه انتاج كبيره وهائله في افريقيا، وادعو من هذا المنبر القائمين على او المسؤولين الاقتصاديين ان صح التعبير في الجزائر ان ينتبهوا الى ما يجري بالنسبه للغاز في موريتانيا. وبالتالي هذه هي الاستراتيجيه الجزائريه، ضف اليها التحولات الطاقية التي تبني عليها الجزائر ما بعد 2030 في حدود 22 ألف ميجاوات منتجة من الطاقات المتجددة خاصة الطاقات الشمسية، يعني طاقات إضافية. دونك لي استراتيجي دو لالجيري راهم واضحين. ماتنو يفو ماتر بلوس دو فولونتي اي بلوس دانتيليجونس، يفو ترافاي افيك بلوس دانتيليجونس بور اتاند لي بروجي هادو. لكن ما يغض عليه النظر الكثير من الناس انه حتى بعض الخبراء انهم لا ينتبهون الى ما يفعله الغرب بالنسبة للسياسات الطاقية الجديدة، هو يحاول أن يضغط على المصدرين بقضية المناخ والتلوث وما شابه. حذاري إن لم تكن لنا استراتيجية مقاربة
تشابه هذه المقاربة الغربية حتى لا نكون يعني مستوردين للذكاء، مصدرين للغاز ومستوردين للذكاء، يعني حتى عندنا نستحي في القصة هذه. لازم منظر كما هذا لو سونتر اللي راهم يقولوا عليه لو نوفو سونتر دو ريشيرش غازياغيتو، ولازم يدخل فيه بناء مقاربات طاقية جزائرية وربما عالمية. المقاربة استاذ جلول سلامة، ربما ما هي المقاربة المستخلصة في تنظيم الجزائر لهذه القمة، خاصة وأن الطلب يتزايد على الغاز والصراعات في العالم، بالإضافة إلى العقوبات المفروضة؟ شوفي، لازم نفهموا لا جيو استراتيجي مونديال كيفاش راها الدور، سيرتو انا اللي نسميها لا جيو ايكونوميك باش ما ندخلوش في لي كونفلي بوليتيك. واش راه في اوروب دو لاس، واش راه في اوروبا الشرقيه؟ هبط الباب، تغلق الباب الكبير، الريدو هبط بين روسيا وبين المانيا. المانيا كانت هي لو اوب انرجيتيك تاع اوروب، هي موزعه الغاز وموزعه الطاقه رخيصه الثمن القادمه من روسيا. ضرب خط السيل الشمالي وضرب التقارب الجرماني الروسي التاريخي، ضربه الانجلو ساكسون معروفين الولايات المتحده انجلترا وما شابه، لمقاربه جيو استراتيجيه كبيره تخصهم هما، ما ندخلوش حنا في الديتاي. لكن تكسير التقارب الجرماني الروسي، تكسير الخط الشمالي وتحول روسيا من باب اوروبا الشرقيه الى الهند والى الصين، هذا تحول جيو اقتصادي كبير في العالم، سيحول اوروبا الى اضعف ما كانت عليه بالطاقه رخيصه الثمن القادمه من روسيا. من الجانب الاخر نحن نرى كيف دولتين اوروبيتين يحاولان ان يعوضان الدور الالماني، وهي خاصه ايطاليا، شفناها مؤخرا في المقاربة مع إفريقيا كيف تحاول أن تتموقع. إيطاليا تحاول أن تحاول باستراتيجية جديدة أن تتحول إلى أوب إنرجيتيك جديد في جنوب أوروبا، هو الذي يعوض ألمانيا ويغذي أوروبا. الجزائر من الموقع نتاعها من جهة أخرى من لافاساد ولا ميديتراني، لازم الجزائر أن تتحول في نظري أنا، وهذا مقترح واقترحه حتى المفكرين وإخوتي الخبراء على الإعلام وربما الساسة إذا شاءوا أن يشاركوا في هذه الفكرة، الجزائر يجب أن تتمحور على محورين جيوستراتيجيين مهمين. المحور الأول زيادة إنتاجاتها ومنتوجاتها الغازية سواء سائلة أو ليتا غازو، وكذلك أن تتحول إلى دولة، دعيني أقولها على مسؤوليتي وربما قد يعني تشوكي بعض الناس، إلى مستوردة للغاز. أنا جنسيست أترافير لو بلاطون تاعكم لهنايا، يعني أحث السلطات العمومية في الجزائر أن لا تتنازل عن مشروع استقدام الغاز من نيجيريا عبر الجزائر، ولو شاء القدر وأصبحت الجزائر هي الذي ستستورده، ويجب أن نعيد بيعه إذا شاءت الأقدار. ما هي أبرز التحديات التي تواجهها دول المصدرة للغاز؟ يبدو لي أن أبرز التحديات هي كما قلنا منذ قليل بناء مقاربة توافقية، يعني فاصلة دير ديفيسيل أفير، يعني كي نقول احنا هكذا على بلاطو تلفزيون نقولوا تقارب بين روسيا وقطر والجزائر وإيران ونيجيريا وفنزويلا، يعني سي ميكس انرجيتيك شويه با ايفيدون. على هناك تضارب في المصالح، شفنا مثلا ان يعني حتى نقربوا المواطن يفهم يعني الاشكاليه، نشوف مثلا الجزائر تقريبا عوضت روسيا داخل اوروبا، دونك سي لو مارشي دو لا روسي كا ايتي روبري اون بارتي بار لالجيري اي بار لو كاتر، دونك انت تشوف يعني الروس كيفاش رايحين يشوفوا فيك، يعني انت هما قطعوا الغاز على اوروبا انت رحت عوضتهم نوعا ما، يعني ما عوضناش بزاف لكن رفعنا بعد 2 ولا 4 مليار دو متر كيب بارون، سي كي كوم اسي انورم. بالتالي هناك نوع من التضادات المضادات في المقاربات، و لي رونكونتر هادو مديورين باش يرابروشيو باش يقربوا وجهات النظر وينقصوا من كيفاش نقولوا من لي ديفي. الى هذه النقاط استاذ جلول سلام، يلتحق معنا عبر الهاتف الاستاذ شكنار. استاذ، ما هي ابرز التحديات لدول المصدرة للغاز؟ من بالنسبة لهذه القمة التي هي تنعقد في ظروف جد خاصة، وهذه الظروف تتمثل في الأزمات التي يمر بها العالم، وبعد جائحة كورونا
هناك الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها الطاقوية، هناك كذلك أزمة البحر الأحمر، والأزمة هي الاعتداء والعدوان الصهيوني على غزة. إذن كل هذه الأزمات لها تأثير مباشر على سوق الطاقة، وبالتالي هذه القمة انعقدت كما قلت في ظروف خاصة. بالنسبة لهذه الدول اليوم هي تبحث عن شيئين هامين، هو التوازن والاستقرار. التوازن والاستقرار، لأن المعادلة التي هي أمام هذه الدول فيها المستهلك وفيها المصدر وفيها كذلك الدول الأخرى المراقبة. إذن بالنسبة للدول المصدرة ليست لوحدها اللاعب الأساسي في هذه المعادلة، بل هناك دول أخرى وهي دول قوية تستهلك وبالتالي لها يعني تأثير كبير في هذه المعادلة. واليوم هذه القمة تبحث عن الميكانيزمات، هي تبحث عن الحلول، هي تبحث عن كل ما هو إن شئتم يدعو إلى توازن واستقرار السوق. فأنا أتوقع أن هذا اللقاء الذي يكون ينعقد في الجزائر سيعطي مخرجات، هذه المخرجات يعني إنشاء ما يسمى شئتم يعني هيئة أخرى. أستاذ علي شجان، هل أنت في الاستماع؟ أستاذ، بحديثك حول المخرجات، ما هي أهم المواضيع التي يجب أن يحتويه بيان الجزائر الختامي لهذه القمة؟ يعني ما هو المنتظر من هذه القمة؟ إذن المنتظر من هذه القمة، قلت يعني أنها القمة أنها أمامها تحديات، وبالتالي هذه التحديات التي هي أمام القمة اليوم، الأعضاء هم مطالبون بأن كما قلت يستجيبوا لاستقرار وتوازن السوق. بالنسبة للجزائر، اسمحي لي فقط أكمل النقطة تاعي. الأستاذ يعني تكلم على أمر يعني وتدخل تاعه يعني هو مشكور عليه. بالنسبة للجزائر، دور تاعها هو دور محوري ودور جوهري في هذا المنتدى، لأنها تلعب يعني دور كما قولوا يعني دور أساسي على الساحة الطاقوية العالمية. وأظن بأن الجزائر اليوم المشاريع التي تبنتها يعني عبر سواء في الطاقات الأحفورية أو الطاقات المتجددة لا دليل قاطع على أنها تبني مستقبل طاقوي آمن. أما بالنسبة للجزائر فالمستقبل بتاعها كما هو معروف هو الغاز المميع، يعني الغاز السائل، وكما هو معروف يعني مؤخرا الجزائر هي يعني تتربع على المرتبة الأولى يعني إفريقيا في هذا المجال. فأظن أن الجزائر يعني لها يعني دور مهم في هذه القمة، وبالتالي أقول وأؤكد على ذلك أن الجزائر لها قوة التفاوض ولها قوة الاقتراح، وبالتالي أنا أنتظر كثيرا أن يكون يعني هذه القمة أو تكون هذه القمة هي فضاء لأن تكون الاقتراحات نحو استقرار وتوازن السوق. وبالتالي أقول أن الدول اليوم هي مطالبة بأن تعطي حلول أمام هذه التحديات التي ذكرتها آنفا في الأزمة قلت الروسية الأوكرانية وتداعياتها الطاقوية، أزمة البحر الأحمر، وكذلك العدوان الصهيوني. الشيء الآخر الذي كذلك أؤكد عليه هو المركز أو مركز البحث الذي يتم يعني الذي يعني سيكون يعني إنشاؤه بالجزائر، هو في الحقيقة يعني أقول هو رمزية يعني كبيرة على أن الجزائر لها دور كبير في هذه الندوة. وبالتالي اليوم هذا المركز يعني أو سيكون له يعني دور كبير في البحث في تكنولوجيا الغاز، وكذلك البحث عن آليات أخرى لتطوير التنقيب وكذلك تبادل الخبرات ما بين هذه الدول. طيب أستاذ علي شجنان، ابقى معنا لأنتقل إليك أستاذ جلول سلام. الأستاذ علي شجنان تطرق إلى مكانة الجزائر خلال هذه القمة، طيب في رأيك أستاذ بما أن الجزائر قامت بتعديد شركائها، ما هي مكانة الجزائر خلال هذه القمة وفي إطار منتدى في الدول المصدرة للغاز؟ دور الجزائر ودور في الامور مثل هذه كونت إليا دي كونفلي مونديو كبار، معروف دور الجزائر جينيرالمون دور تهدئه ودور ريادي.
وبالتالي يعني حتى باش المشاهد الكريم يفهم واش صرا في لو مارشي دو غاز. نعطي لك مثال يعني قوي، كي صرات الحرب في اوكرانيا سو لو مارشي ليبر تاع الغاز، يعني الاسواق الحره تاع الغاز، طلع سعر من 33 اورو للميجاوات اور وصل ل 250 اورو للميجاوات اور، يعني تقريبا 8 مرات. بالتالي المستهلكين للغاز في اوروبا يعني دخلوا تقريبا دخلوا في الحيط باللغه العاميه الجزائريه، ومتخوفين من مستقبل كي نقول حنايا لا غروند ديبوندونس نتاعهم، يعني هذا كيفاش نقولوا حنايا الارتباط الكبير بالطاقه القادمه من الخارج، وبالتالي هم يبحثون عن كل الاساليب لتعويض هذه الطاقات. نشوفوا كيفاش مثلا رجعوا للنوكليار، رجعوا للنووي، رجعوا حتى للفحم، رجعوا لطاقات اخرى. احنا كدول مصدره، باسكو يفو با اوبليي بلي قضيه سوق بيع وشراء، دونك نوفري دوموند، احنا كمن جهه تاع المصدرين والمنتجين تاع الغاز ما عندناش مصلحه باش الزبون نتاعنا اللي هو في الموقف هذا هو بالاساس الاتحاد الاوروبي ونوعا ما الصين والهند ككبرى كبار مشترين للغاز المسال والطبيعي عبر العالم، ما عندناش مصلحه باش حتى لو كليون يتضرر بزاف ويبدا يحوس على مصادر واحده اخرى للطاقه. كي تشوف انت مثلا المانيا حبست لي سونترال نوكليار نتاعها، كون المانيا تعود ل 50 سنترال نوكليار نتاعها 30 الى 50 سنترال نوكليار، يتم هناك نوع من ضرب الى ضرب المنتوج الغازي بين قوسين. احنا من مصلحتنا باش الاسعار ما ترتفعش بزاف، ما تصبحش فاحشه، لكن ليس من مصلحتنا مطلقا ان تنهار اسعار الغاز. علاوه على ذلك، الغاز ماشي كيما البترول، باش تصدر الغاز لازم تبني انستالاسيون، لازم دير انفراستركتور غازيير دو ترونسبور اي دو برودكسيون، ونزيد فيها خطوره كبيره، يعني لي ريسك سون انورم، اي اون بليس اي سون كوتو، اي دي تكنولوجي سوفون دو بوانت. راك تشوفي مازلنا في 2024 نحوسوا كيفاش نقصوا لي غاز تورشي، هذوك لي غاز بريلي اللي نشوفوا حنا يتحرقوا، كيفاش نريكيبيريوهم. بالتالي الجزائر انا لازم تكون عندها دور معروف دبلوماسيه اقتصاديه نتاعها، توافق بين الجميع حتى ما الاسعار ما ترتفعش لدرجه يعني تخيب الزبون وتحطها في حرج كبير، ولكن تمنع انهيار الاسعار. وطبعا الجزائر حتى نعودوا للاستراتيجيات الجزائريه، يعني باش نفهموا الاستراتيجيه انرجيتيك للالجيري وين رايحين. الجزائر تحوس تجيب استثمارات معها في توسيع مساحات البحث، دونك سي بور اغرونديغ لي سيرفاس دو بروسبكسيون. انا قلت لك مؤخرا انا كنت درت لا سيسميك بتروليير، دونك جي اون ايدي تري بريسيز اون ما كومون في. هناك دي ريزيرف دو غاز في مدن في الشمال الجزائري، في العباس، في الغواط، في مشريه، في بشار، وبالتالي الجزائر محتاجه دي بارتنير انرجيتيك اللي يستثمر معها. وراني شفتها مؤخرا تقربت مع استاذ جلو، هل هذه الاحتياطات كبيره؟ شوفي، احتياطات كبيرة ولا صغيرة، القضية ماهيش هنا، قضية اون فوا كيل يا انجيزمون يفو ميت لي موايان بور الي بروسبكتي اي ديتيرميني لو كونتيتاتيف. حنا شفنا بلي قدرات الجزائر حوالي، باش المواطن يفهم، حوالي 10 قدرات روسيا، يعني الجزائر خزانات روسيا مقسومة على 10. حاليا الجزائر عندها ما يكفي لها ولشركائها بالكميات اللي رانا نتجوها في حوالي 50 مليار متر كوب بارون، عندنا ما يكفي ل 100 سنه. لكن الجزائر راني كما قلت لك يجب ان صانع القرار في الجزائر، صانع القرار الاقتصادي اقول، ينتبه الى ما يجري في محيطه الجيو اقتصادي. موريتانيا في حقل السلحفات حاليا تتحول الى نوفال بويسونس انرجيتيك غازيير. عندك نيجيريا من جهه اخرى، احنا عندنا لافونتاج لو غاز الجزائريان تاعنا، فيه لو بروبان، فيه لو بيوتان، ومشي غاز طبيعي، يعني كي يخرج ديجا في ليطا انرجيتيك يوتيليزابل، ماشي كيما الغاز القادم من نيجيريا، هو سي دي غاز دو بترول، هادو يحتاجوا ان بروسيس اندستريال بوكو بلو كومبلكس باش يرجع الى غاز انرجيتيك كونسومابل كيما تاعنا ديريكتومون. بالتالي عندنا دي زافونتاج كونكورونسيال عطاتهم لنا الطبيعه، دونك سي دي زافونتاج بروسيس اندستريال، وعندنا دي زافونتاج القرب الساحل نتاعنا مع اوروبا، وعندنا دي زافونتاج شيك عندنا لازم نبنيو، قول دي زافونتاج مي اون ميم طون لا فولونتي، لازم
توفر الإرادة الجزائرية باش ما تخليش مثلا الغاز الموريتاني إذا استطاعت باش الجزائر تجيبه كوليكت مع لو غاز نيجيريا فان بوين كومان كي غروسو مودو أو لو بوين كومان تاعنا راهو في الغواط، لازم الجزائر ما تطلقش، راح نقول ما تلاشيش، دو با لاشي لا بوسيبيليتي لوبورتونيتي دو ريكوبيري لي غاز دو نيجيريا كوا كيل اريف يفو الفار اي بونسي دي ماتنو ا ترافاي افيك لي موريتانيا بور ريكوبيري اون بار دو غاز موريتانيا ايفونتيالمون الجزائر. نعم، ما هي ربما أهمية الأنابيب التي تمر مثلا من نيجيريا وموريتانيا إلى الجزائر إلى أوروبا؟ طيب ما هو تعليقك حول هذا السؤال؟ شوفي باش نزيدوا نوضحوا، أنا قلت لك كي نجي من منبر الإعلام نحب نكون قوة اقتراح وأفكار جديدة ونقدم مقاربات جيو اقتصادية مغايرة على واش عندهم السياسيين في طاولاتهم اليومية. أنا نعذرهم على كل حال يلجغلو كوديتيان، دونك بيتيت كي نو با سوفيزامون دو طون بور بروند دو ركول، كيما حنا خبراء برا في الإعلام نقدروا نفكروا لمصلحة الوطن. أنا بالنسبة ليا كي تشوف انستالاسيون انرجيتيك اللي جاية من نيجيريا هاد أبابري 30 مليار دو متر كوب، حنا الجزائر راهي قلنا في 50، دونك نقدروا نجيبوا 30 مليار دو متر كوب واحد اخرى نجيبوها من نيجيريا نفوتوها على الجزائر. شوف الانفراستركتور واش تحتاج ابري 4200 كيلومتر لينيار، راك معايا 4200 كيلومتر لينيار باش المواطن يفهم تاع الانستالاسيون هذا، نص الانستالاسيون موجود في الجزائر، 2000 كيلومتر راهي تاع الجزائر، دونك سيت انستالاسيون الجيرو الجيريان. انا نقول لازم تكون عندنا مقاربه امنيه مع دول الجوار، مقاربه كبيره بزاف، لازم السياسيين هنا يراعي واش قاعد يصرى في نيجيريا في النيجر وفي مالي وفي موريتانيا وفي بوركينا فاسو، وهذا لازم نربطوه. حاليا تشوف مثلا بعض الناس يقول لك النيجر ماهيش ستابل، من تابع واش قاعد يصرى لك في الجوار نتاعك؟ حاليا النيجر مالي بوركينا فاسو انسحبوا من كي يقولها سميها هذه المجموعه تاع دول الساحل غرب الساحل الاكواس. الاكواس صحيتي شكرا. دونك كي تشوف هذه الدول ثلاثه انسحبوا من الاكواس، الحديث حاليا حذار الجزائريين الاستراتيج لازم يفيقوا شويه ينتبهوا واش قاعد يصرى. هذو ثلاث دول راهم يخموا ينسحبوا من لو فرون سي اف ا، دونك غادي يخرجوا من نقطه من كيفاش نقول حنايا من الخنقه الاقتصاديه اللي كانت دايرتها لهم حاليا المستعمر القديم اللي هي فرنسا ليكواس، والخنقه ولا الفينقا كما يسموها الجزائريين اللي هي لو فرون سي اف ا. هذه الدويلات الثلاث لو تحروا من منطقه ليكواس وتحروا من منطقه السي اف ا يجب على الجزائر، اقولها من منبرك هذا واظن ان اخي عبر الهاتف يسمعوني كذلك يؤيدنا، يجب على الجزائر ابدا ومطلقا ان تضيع هذه الفرصه، يجب جذب هذه الدول. هذا جلول سلامة، شكرا لك على كل هذه التحاليل، والشكر ايضا موصول للاستاذ شجنان. انقطع الاتصال معه. مشاهدينا وصلنا الى ختام هذا العدد من برنامج مع الحدث، شكرا لكم على طيب الاصغاء والمتابعه، في امان الله.